بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة. الحقيقة أحب أشكركم الأول على تفاعلكم الكبير مع الفيديوهات، أحب أشكركم على مشاركتكم في قناة اليوتيوب. الحقيقة أن أسعدني جدا جدا أن لقيت نسبة المشاركة في قناة اليوتيوب زادت جدا، يعني ده بيدل على وعي منكم، فأنا بشكركم شكرا جزيلا. والحقيقة أنا برضو جالي مكالمات أسعدتني جدا من أطباء زمايلنا، اكتشفت إن هم أطباء دول بيتابعوا القناة بتاعتي وبيستفيدوا منها، فيا رب دايما تجعلها مفيدة للمرضى والأطباء، يا رب دايما يا رب يستفيدوا الجميع يستفيد منها. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، هنتكلم على مريض السكر أو مرض السكر وعلاقته بالجهاز الهضمي. الحقيقة أنت ممكن يبقى عندك سكر وتكتشف إن أنت عندك أعراض في الجهاز الهضمي أنت مش عارف سببها إيه، ويطلع سببها هو السكر، إن أنت السكر هو اللي مسبب الأعراض دي في الجهاز الهضمي. ليه هو السكر بيعمل إيه؟ يعني عشان يأثر على الجهاز الهضمي. خد بالك السكر بيأثر على الأعصاب بصفة عامة في الجسم، بالذات لو السكر ده مش منتظم وبقاله عندك مدة طويلة، فلو أثر على الأعصاب، والأعصاب دي من ضمنها الأعصاب الخاصة بالجهاز الهضمي، فيحصل لخبطة في حركية الجهاز الهضمي، فتبتدي تشتكي من أعراض في الجهاز الهضمي تعتقد إنها أعراض عادية يعني زي أي حد، ويطلع سببها السكر. طيب أنا إمتى أشك إن الأعراض اللي عندي في الجهاز الهضمي دي هي سببها السكر؟ لو حضرتك بقالك مدة طويلة عندك سكر والسكر ده مش مظبط، وابتديت تحس بأعراض إن الأعصاب ابتدت تتأثر، الأعصاب الطرفية عندك ابتدت تتأثر، يعني إيه؟ تحس بتنميل في الإيدين والرجلين، تحس بشكشكة. لو لاحظت الأعراض دي معناها إن السكر ابتدى يأثر على الأعصاب عندك. ففي هذه الحالة لو في أعراض مصاحبة في الجهاز الهضمي، قد تكون الأعراض دي لها علاقة بالايه؟ بالسكر. طب السكر بقى يأثر على ايه في الجهاز الهضمي؟ تعال نمسك حتة الجهاز الهضمي من اوله لاخره. المريء يحصل لخبطة في حركية المريء، فممكن عنده يجي له اعراض ارتجاع، حموضة وحرقان باستمرار، يطلع سببها السكر. بيأثر على المعدة، بيقلل حركيتها جدا، يعني بنسميه حاجة اسمها جاسترو باريسز، يعني شلل للمعدة. فالعيان يقول لك انا باكل الاكل يركب على نفسي، ما بيتهضمش، يفضل قاعد راكب على نفسي 6 ساعات وعندي انتفاخ، لدرجة ان بعض الناس بتوصل لمرحلة انها ترجع. بيأثر على ايه تاني؟ بيأثر على الامعاء، بيأثر على الامعاء، يعمل لي ايه؟ ممكن يعمل لك امساك في الناس دول، او ممكن يعمل اسهال بالذات بالليل، او ممكن يعمل عدم تحكم في البراز، لان البني ادم قاعد كده البراز لما قاعد بينزل منه كده ومن غير ايه؟ من غير ما هو يحس. فدي حاجات كلها من تأثيرات السكر. هو السكر عنده مش عنده ملخبط، والسكر ده مأثر على الجهاز الهضمي وعامل له الحاجات دي. فاحنا نقول كده نراجع مع بعض، يأثر على المريء يعمل ارتجاع ويعمل حموضه وحرقان باستمرار، ممكن يأثر لك على المعده يعمل شلل في عضلات المعده، فتلاقي انت الاكل بينزل يركب على نفسك وما يتخدمش بسهوله، وتلاقي نفسك عندك ايه؟ احساس بالقيء او بالترجيع والانتفاخ والامتلاء الشديد بعد الاكل، بعد الاكل ويفضل مده طويله. لو بيأثر على الامعاء ممكن يعمل امساك او اسهال، او امساك واسهال يعني الاثنين مع بعض، او يعمل ايه تاني؟ نتيجة للتأثير في الحركية بتاعت الامعاء ممكن يحصل تقاثر للبكتيريا جوه الامعاء، فيجي لك تلاقي البطن منفوخة غازات كتير قوي، وتلاقي يجي لك اسهال جامد. فدي كلها حاجات ممكن بتحصل بسبب تأثير السكر. طب العلاج بتاعنا ايه في هذه الحالة؟ العلاج بتاعنا في هذه الحالة بيبقى ان احنا نظبط السكر نمرة واحد، ده اهم حاجة ان السكر يتظبط ما يبقى مظبوط تمام، السكر التراكمي يبقى اقل من 7. نمرة 2 نبتدي نشتغل على الاعراض الموجودة، يعني لو عندك حموضة او حرقان ادوية المعدة، لو فيها مشاكل في القولون وانتفاخ وغازات يتظبط، لو في حاجة للامساك ناخد حاجة للامساك، حاجة للاسهال نستعمل ادوية الاسهال. طبعا دي شغلانة مش شغلانة العيان، دي شغلانة الدكتور، بس انا الهدف من الفيديو ده ان انت كمريض لما تلاقي عندك سكر وسكرك مش مظبط، اعرف ان ده مش هيأثر على حاجات كتير، ومن ضمن الحاجات اللي بيأثر عليها هي الجهاز الهضمي. طب هل الجهاز الهضمي اخوه مين؟ الكبد. طب هل السكر ممكن يأثر على الكبد؟ يأثر على الكبد. ايه اشهر حاجه بيعملها في الكبد عشان نبقى عارفين؟ بيعمل دهون على الكبد، يعني السكر من الاسباب اللي بتسبب دهون على الكبد. دهون الكبد دي زي ما احنا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده، راجعوا الفيديوهات اللي على القناه يا جماعه، احنا اتكلمنا على الفيديوهات على الدهون دي. الدهون دي ممكن تعمل تليف في الكبد، ممكن تعمل سرطان في الكبد، بتعمل مشاكل كتير، وده من ضمنها السكر. فمن الحاجات اللي بيأثر عليها السكر الكلام ده. في بالعكس بقى، لو مريض عنده تليف في الكبد لاي سبب من الاسباب، ممكن يجي له لخبطه
في الجلوكوز وفي السكر ويجي له سكر بطريقه عكسيه. اذا السكر يعمل دهون ويعمل تليف في الكبد، والتليف في الكبد العادي سببه اي سبب بقى فيروس اي حاجه ممكن برضه يعمل لي سكر. اتمنى يا جماعه تكون الرساله وصلت في الفيديو ده، وعرفنا ايه التاثيرات اللي ممكن تعملها مرض السكر على الجهاز الهضمي وعلى الكبد. في النهايه افكركم دايما برضو كل مره زي ما بنقول الكنز الكنز الكنز، لازم تشترك قناه اليوتيوب وتتفرج على الفيديوهات وبتاع دوت وتنشرها لمعارفك وزمايلك، عشان دي تبقى نفعت نفسك ونفعت غيرك، تبقى خدت ثواب ان شاء الله نقل العلم ان شاء الله. يلا اشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.